برأس مدير تنفيذي مؤسسة إحسان. طبعا اليوم تم توقيع شراكة مباركة بين مؤسسة إحسان الإغاثة والتنمية وبين مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدة الإنسانية. العقد شراكة اليوم إن شاء الله تنصب بمجال المساعدات الشتوية للإخوة السوريين في الداخل، وسيتم التركيز إن شاء الله على أهلنا المهاجرين بمدينة حلب. قريبا جدا ان شاء الله ستنطلق قوافل باتجاه سوريا، ستدخل ان شاء الله بعد فتره قريبه من الزمن ويبدا التوزيع ان شاء الله، بحيث تصل ان شاء الله المساعدات المستحقيها في الوقت المناسب باذن الله. سيتم العمل على محورين، الحقيبه الشتويه ان شاء الله، والاضافه الى التدفئه ومواد التدفئه. بالإضافة العقد أيضا والقوافل ستتماشى مع قوافل أخرى من عقد سابق أيضا بدعم من مركز الملك سلمان بشكل مباشر على موضوع الأمن الغذائي، فأيضا هناك العديد أيضا من الشاحنات والقوافل ستدخل في مجال المساعدات الأمن في مجال الأمن الغذائي، وأيضا ستكون مترافقة إن شاء الله مع المشروع الشتوي بحيث نقدر قدر الإمكان نسد حاجة أهلنا المحتاجين وخصوصا المهاجرين من مدينة حلب حديثا. طبعا الشراكه ان شاء الله هي شراكه استراتيجيه بين مؤسسه احسان لاغاثه التنميه ومركز الملك سلمان، لن تقتصر ان شاء الله على مشاريع اغاثيه بل ان شاء الله تتعداها باذن الله الى مشاريع تنمويه، بحيث ان شاء الله نخرج نساهم في اخراج اهلنا السوريين من دائره المساعدات الى ونعودهم الى طريق الانتاجيه والاعتماد على الذات، وان شاء الله نساهم بيكون بجزء من نهضه هذه الامه مره اخرى. نتشكر المملكة العربية السعودية على صراحة على هذا الدعم الكريم، إن شاء الله نكون على كمؤسسة إحسان على قدر المسؤولية في تنفيذ هذه وإدارة هذه الأموال بشكل أمثل لأهلنا المحتاجين في الداخل. جزاكم الله خير.